بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. هناك في القرآن آيات يخاطب الله فيها رسوله ماذا يريد أن يقول للأمة بأساليب متعددة، فهناك الأسلوب العام في القرآن، وهو الأسلوب الذي يركز على العناوين العامة التي يمكن للإنسان أن يجد فيها الخط المستقيم الذي يربط العمل بالثواب وبالأجر وبالرضوان من الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد للإنسان أن علاقته به في الجانب العملي من العلاقة هي أن لكل عمل أجراً بعيداً عما هي الحالة التي تفرضها العبودية التي يعيشها الإنسان أمام ربه، لأن طبيعة العبودية تفرض أن العبد لا يستحق أجراً على سيده، لأن سيده يملكه ملكاً مطلقاً، لا سيما إذا كان السيد المالك هو الله الذي يملك العبد ويملك ما يملك، فليس له شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى فرض للإنسان علاقة عملية به، جعل لها أجرها من خلال ما تفضل به على عبده من الأجر، بحيث يستحق العبد الأجر من خلال تفضل الله عليه لا من خلال حقه فيه. هذا يسميه العلماء الاستحقاق بالتفضل، يعني الله تفضل عليك فصرت تستحق بتفضل الله. هذا أسلوب. هناك أسلوب يطلب الله سبحانه وتعالى فيه من رسوله أن يقف أمام الناس ليعبر لهم عن مسؤوليته هو كإنسان مسلم، بقطع النظر عن كونه رسول الله، كيف يتخذ موقفه ليوحي إلى الناس
بأن عليهم أن يتخذوا موقفاً مماثلاً، لأنه مكلف بأن يكون مسلماً إلى جانب أن يكون رسولاً. وكأنه يقول للناس: إذا كنتم تقولون إن محمداً نبي ونحن لسنا أنبياء، فلسنا مكلفين بما يكلف به، فأنا أقول لكم إني مسلم قبل أن أكون إلى جانب أن أكون نبياً. ولذلك فإنني أتحدث لكم عن مواقفي في الحياة وعن مسؤوليتي في الحياة وعن خوفي من الله تماماً كأي واحد منكم، فأنا آمركم بما آمر به نفسي، وأطلب منكم الموقف الذي أقفه أنا. هذان الأسلوبان نتوقف أمامهما فيما نقرأه من آيات. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل يا محمد وأنت تبلغ عني وأنت تتكلم باسمي، أنا الرب الذي يكلم عباده ويخاطبهم بصفة كونهم عباده، باعتبار أن هذه الصفة هي الصفة التي تفرض عليهم المسؤولية، لأن للعبد مسؤولية أمام ربه. قل يا عبادي الذين اتقوا، الذين آمنوا بي والذين حولوا إيمانهم إلى شعور وإلى وعي وإلى حركة وإلى انضباط وإلى توازن وإلى استقامة على الخط من خلال خوفهم مني ومن خلال مراقبتهم لي. وهذا معنى التقوى، أن تتقي الله، أن تتوقى عذابه وسخطه، أن تعمل للوقاية من نتائج المعصية. قل يا عبادي الذين اتقوا، لقد جعلت لكم معادلة بين العمل والأجر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، لكل عمل أجر. فالإحسان في العمل وهو أن تنسجم مع أوامر الله سبحانه وتعالى فعلاً، وأن تنسجم مع نواهي الله تركاً. الإحسان في العمل يفرض لك حسنة عند الله. يقرر الله المبدأ من دون أن يدخل بالتفاصيل، فهو لا يتحدث معك ما حجم الحسنة. في آية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. في آية أخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في بعض الأحاديث: درهم الصدقة بعشر ودرهم القرض 18، وما إلى ذلك من توزيع الحسنات بكميتها وبنوعيتها حسب نوعية الأعمال وحسب كمية الأعمال. ولكن الله يريد أن يقرر المبدأ: ليس هناك عمل بلا أجر، فالله جعل لك في كل عمل أجراً. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة،
وهذا الأجر هو أجرك في الدنيا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يترك أي عمل خير في الدنيا إلا ويعطيك عليه حسنة في الدنيا، يعني بحيث غير أنت لا تعرف، ربما تكون صحتك أجراً على عمل خير، ربما يكون أمنك أجراً على عمل خير، ربما تكون هناك نعمة ينعم الله بها عليك من مال أو من جاه أو من ولد أو من أي شيء، ربما تكون أجراً، لأن في الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. والدليل على أنه هذا يتعرض للدنيا قوله بعد ذلك: ولدار وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أرض الله واسعة، يعني لقد فتح الله لك المجال واسعا في أن تنطلق في أرض الله، وفي أن تلتقط الحسنات من خلال الأعمال ومن خلال الجهد، فليست الساحة التي تتحرك فيها مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ومما يعطيك الأجر العظيم، ليس الساحة ضيقة وإنما هي ساحة واسعة. إذا ضاق العمل عليك في أرض فهناك أرض آخر، وإذا لم تستطع أن تطيع الله في أرض فإن هناك أرض أخرى. ثم إن طبيعة الإحسان وطبيعة العمل وطبيعة الحركة والطاعة لا بد فيها من صبر، لأنك عندما تواجه الأعمال التي لا ترتاح لها نفسك أو لا يرتاح لها الناس من غيرك من حولك، أو أنها تعطيك بعض السلبيات في حياتك، فإن ذلك يعني أنك تعيش نوعا من الحرمان. ولذلك فإن المفروض أنك أن تصبر، وكل أعمال البر بالصبر، ولا خير في إيمان لا صبر معه. لذلك أعطى الله الإنسان الصابر أجره بغير حساب، أعطاه أجراً بغير حساب، باعتبار أن الصبر يعتبر العمق الأساس للعمل. لا يمكن أن يكون هناك عمل إلا ومعه صبر، لأن أي عمل في خط المسؤولية يفرض عليك نوعاً من الحرمان، إما الحرمان الذاتي أو الحرمان الخارجي. ولذلك فأنت لا تستطيع أن تنطلق بالعمل إلا من خلال الصبر. ولهذا أعطى الله الصابرين أجراً غير محدود من أجل أن يركز طاقة الصبر في الشخصية الإنسانية على أساس أنها هي التي يمكن أن تربي للإنسان القاعدة التي ينفتح بها على الخير كله وعلى طاعة الله كله. قل يا عبادي الذين اتقوا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ويمكن أن تكون هذه الحسنة حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، باعتبار أن الله أطلقها، وكلمة في هذه الدنيا هي تابعة للذين أحسنوا في هذه الدنيا. ثم حرك الله المسألة في الأرض كلها ليقول للإنسان: ليست هناك أرض معينة تعيش المسؤولية فيها، حتى إذا أغلقت هذه الأرض عليك أغلقت المسؤولية، فهناك أرض أخرى، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والصبر هو الأساس. هذه كما قلنا هذا الخطاب الإلهي للنبي في المسألة التي تمثل المعادلة بين العمل وبين الأجر. لينطلق الإنسان إلى العمل من ناحية ذاتية، لأن الله يعرف أن الإنسان يحب ذاته، ولذلك أعطاه دوافع العمل
للآخرة من خلال ذاته. هذا الموضوع خط معين، أسلوب معين. نجي الأسلوب الثاني، قل يا محمد قف أمام الناس وأعلن لهم موقفك في مسؤوليتك من خلال صفتك كمسلم في الجانب العملي من هذه الصفة، وفي مسؤوليتك كرسول في الجانب الواسع العملي من هذه الصفة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. قل للناس إنني الذي أطلب منكم أن تخلصوا لله دينه وأن تعبدوا الله سبحانه وتعالى بإخلاص وأن توحدوه ولا تشركوا به شيئاً في الطاعة والعبادة والعقيدة، أنا الذي أدعوكم إلى ذلك، أنا الإنسان الذي يمارس ذلك، فأنا أمارس هذا قبل أن أدعوكم إليه وفي موقع دعوتي إليه، فأنا كأي واحد منكم أعبد الله كما يجب لكم عليكم أن تعبدوه، وأخلص له الدين كما يجب عليكم أن تخلصوا له الدين، أن تخلصوه له في عملكم، وأن تخلصوا له في التزاماتكم، وأن تخلصوا له في دعوتكم، وأن تخلصوا له في جهادكم، حتى يكون الدين الذي هو لله كل شيء في حياتكم. وهذا هو معنى الإخلاص في الدين، أن تذوب فيه، أن تذوب في الله وأن تذوب في دينه حتى يكون دينه كل شيء في حياتك. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن أكون المسلم الأول. ولعل المقصود بقوله لأن أكون أول المسلمين ليس المقصود أول من يسلم، أن يكون المسلم الأول في درجة الإسلام. يعني أنا أريد أن أكون المسلم الأول، لا المسلم الذي يدخل الإسلام أولاً، هذا أمر بديهي، ولكن أن أكون أول المسلمين فيما أعيشه من درجة الإسلام في وعي الإسلام وفي الالتزام بالإسلام وفي خدمة الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام وفي الجهاد، بحيث يقال إن فلانا الأول، إن له المرتبة العليا. لأن أكون أول المسلمين ربما يكون، والله العالم، المراد أن أكون في الدرجة العليا من الإسلام، بحيث أكون الأول في المسلمين فيما هو الإسلام في عمقه وفي امتداده. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا محمد للناس، لا تظنوا وأنا رسول الله وأنا المقرب إلى الله أن الله أعطاني الحرية في معصيته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو أن الله يمكن أن يحابيني إن عصيته، ويمكن أن يتقبل مني المعصية كما تتقبل المعصية عند الناس لدى الذين لا يطالهم القانون لأنهم فوق القانون. إنه يقول لهم
إني رسول الله الملتزم بأوامره ونواهيه كأي مسلم، وإني المسلم الذي يخضع لكل النتائج الإيجابية والسلبية في عمله كأي اسم آخر. قل إني أخاف، لماذا أستقيم على الدرب؟ لماذا أعبد الله مخلصاً له الدين؟ لماذا أكون أول المسلمين؟ لماذا ذلك؟ لأنني أفكر في العاقبة، أفكر في أني عبد الله الذي يجب عليه أن يطيع سيده وربه، ولو لم يطع ربه وسيده لعاقبه ربه كأي إنسان آخر. وهذا ما دلت عليه الآيات: ولقد أوحي إليك، الله يخاطب النبي، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بعد: ولو تقول علينا، النبي زاد له كلمة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما من أحد منكم عنه حاجزين، ما حد يقدر يخلصه من عندنا. هذه الله سبحانه وتعالى حتى في بعض الحالات يعاتب النبي، يعني سوق المسألة النساء العتاب، النبي ما بيعملها، قل له عفى الله عنك لما أذنت لهم، باعتبار الله يريد يصورنا أن محمدا رسول الله حبيب الله الذي هو حبيب الله لا فرق بينه وبين أي مسلم، لو فرض ولو من باب فرض المستحيل أنه ينحرف عن الخط، يعني الله ما بينه وبين أحد قرابة. في بعض الروايات التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر أيامه كان يقول للناس: أما أنه ليس بين الله وبين أحد شيء يدفع به عنه شراً أو يجلب له خيراً، ما مضمونه إلا العمل، ولو عصيت لهويت. هذه تعطيها الآية: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد، هونيك شو قال؟ أمرت، يعني في أمر موجه إلي، هنا يؤكد الاستجابة للأمر، أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، وها أنتم تريدون مني أيها الناس أن أنحرف وأن أبحث عن الحلول الوسط. قل الله أعبد، هنا كلمة الله قدم المفعول انفصل الضمير، قل الله أعبد، يعني هذا يدل على الحصر، يعني أعبد الله ولا أعبد غيره، مثل إياك نعبد، يعني الله أعبد ولا أعبد غيره مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. هذا طريقي أن أعبد الله مخلصا له ديني، هذا طريقي وهذا شعاري في الحياة وهذا موقفي. أما أنتم أيها الناس من أقاربي، من أصدقائي، من أهل بلدي، من كل الناس من حولي، أما أنتم فاعبدوا ما شئتم من دوني، إنكم تريدون أن تأخذوا حريتكم، ولكن ذلك لا يؤثر على موقفي هذا. هذا موقف رائع يوحي الكثير أيها الأحبة، أيها الشباب، أيها الفتيات، أيها الرجال، أيها النساء، خذوا هذا الموقف الصلب من رسول الله، إنه يقول للعالم كله: هذا موقفي، أعبد الله ولا أعبد غيره، أما أنتم فاعبدوا ما شئتم من دونه، شرقوا غربوا،
فلن يؤثر ذلك علي على موقفي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خذوا الموقف من رسول الله، فقد قال الله لكم في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، فلن يؤثر ذلك في قراري، ولن يزلزل ذلك موقفي، ولن يؤدي بذلك إلى الخوف وإلى التراجع، لأنني عندما أتخذ موقفي من خلال الإيمان ومن خلال القناعة وأفتح كل موقفي لله فلن يخيفني أحد من دون الله، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم أيها الناس، أريد أن أقول لكم نصيحة نصحت بها نفسي أولاً وأنصحكم بها ثانياً، وهذه النصيحة: أيها الناس، إنكم تفكرون دائماً بالربح والخسارة، أليس ذلك هو ديدن الناس في الحياة؟ هذا يربح، هذا يخسر، تتركون عملاً لأنه خاسر وتتجهون لعمل لأنه رابح، أليس الأمر كذلك؟ أريد أن أقول لكم، رسول الله يتحدث من خلال القرآن أو من خلال ما يأمره الله بالقرآن، أريد أن أقول لكم: اربحوا ما شئتم في الدنيا من المال، حصلوا ما شئتم من الجاه، لتكن عندكم كل ثروات الحياة، ليتقلب أولادكم وأهلوكم في النعيم كله، ليس ذلك هو الربح. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم عندما انطلقوا في طريق النار، وأهليهم عندما وجهوا أهلهم في طريق النار، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن الخاسر هو الذي يخسر أخيراً، ما قيمة أن تربح الآن كل شيء ثم تخسر في النهاية كل شيء، ما قيمة ذلك؟ الذي يضحك هو الذي يضحك أخيراً، أما الذي يضحك في البداية ويبكي في النهاية فما قيمة كل ضحكاته؟ لا قيمة لها. قل إن الخاسرين، إذا قال لك الناس هذا طريق في معصية الله يربح، وهذا طريق في طاعة الله يخسر، قل للناس: عم تحدثونني؟ إنكم تحدثونني عن ربح الدنيا وعن خسارة الدنيا، فماذا عن ربح الآخرة وعن خسارة الآخرة؟ هذا إنسان المنطق لازم يستوعبه، لأن كثير من الإغراءات تتوجه إلنا، لا سيما للشباب، تتوجه أنه هذه تربح وهذه تخسر، هذا الخسارة الأساسية هذه. لهم من فوقهم، كيف يعني الخسارة يوم القيامة؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، يعني النيران من فوقهم تظللهم كما تظللهم السحابة المحرقة والدخان المحرق، ومن تحتهم ظلل، اللهيب من فوقهم واللهيب من تحتهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يعني واحد يخوفك بالسجن، واحد يخوفك بالضرب، بس الله يخوفك بالنار، النار الذي هي هذه أخف صورة إليها،
يعني النار في منطقتها، في طبيعتها الجغرافية، في موقفك في هالمجال. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ليقول لهم يا عبادي خافوني فاتقون، خافوا مني، راقبوني في كل أعمالكم وأقوالكم فاتقون. وما هو الأجر للمتقين؟ نعبر عن المتقين بطريقة ثانية، وهي طريقة موحية ومهمة جدا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. شو الطاغوت؟ طاغوت مأخوذ من الطغيان، كل شيء يتجاوز الحد الذي رسمه الله فهو طاغوت. الحاكم الجائر طاغوت، والحاكم الكافر طاغوت، والكفر طاغوت، والانحراف طاغوت، والشريعة الباطلة التي هي على خلاف الله طاغوت، والدين الذي هو على خلاف دين الله طاغوت، والسياسة التي هي في غير خط ما يريده الله طاغوت، والاقتصاد في غير ما يريده الله طاغوت. كل شيء على غير ما يريده الله فهو طاغوت. ولذلك الله جعل، لاحظوا، عندنا شيئين، الله وطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، بعد والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني في عدة بالحياة حقيقتان، هناك الله وهناك الطاغوت. فالطاغوت هو كل من عدا الله، والطاغوت هو كل خط غير خط الله سبحانه وتعالى. هنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني اجتنبوا الحاكم الطاغوت، اجتنبوا الكافر الطاغوت، اجتنبوا القانون الطاغوت، اجتنبوا الحكم الطاغوت، السياسة الطاغوت، كل ما هو طاغوت. من اجتنب عبادة الطاغوت، يعني الخضوع للطاغوت، الخشوع له، السير معه، نصرته، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، اجتنبوا ذلك، تركوا الطاغوت وراء ظهورهم واتجهوا إلى الله ورجعوا إلى الله، هؤلاء لهم البشرى. ما هي صفات هؤلاء؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشر عبادي الواعين الذين يعيشون وعي ما يسمعون، فلا يمرون على ما يسمعون من الآيات والمواعظ مرور الكرام، بل يتوقفون، لا يكتفون بأن يسمعوا بل يستمعون. فرق بين تسمع انت وماشي بالشارع، انت وبالسيارة، يفتح الإنسان الراديو بتسمع، لكن ما اخترت السماع. استماع أنك أنت تختار السماع، يعني أنت توجه نفسك لكي تسمع، هذا الاستماع. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيفكرون فيه ويناقشونه ويميزون بين السيء والحسن ويميزون بين الحسن والأحسن فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، لأنه أولئك الذين استعملوا عقولهم وإحساسهم
وعاشوا المسؤولية في كل ما أعطاهم الله من مصادر المعرفة في أنفسهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء هم أولو العقول، لأن الإنسان العاقل هو الذي يوجه عقله في طريق نجاته وفي طريق سلامة مصيره. وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق، ثم الله يخاطب النبي، أفمن حق عليه كلمة العذاب لأنه كفر بربه ولأنه عصى ربه، أفمن حق عليه كلمة العذاب كمن كان في خط الله؟ هل يمكن لك أن تفكر أن تنقذ هذا الذي صدر عليه الحكم من الله؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني من كانت إرادة الله أن يجعله في النار. لكن يظل الله سبحانه وتعالى يتحدث عن جانب الكافرين ثم يتحدث عن المؤمنين، لأنه يتحدث عن الكافرين بتفاصيل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، إجت النوبة للمتقين. الله حكى عن المتقين بشكل عام، بشرهم. شو بشروا؟ بإيش؟ ما الله ما حكى، بشر عباد، نادت البشارة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله، لأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وإذا وعد الله فإن الله يصدق في وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه أيها الأحبة هي الأجواء التي أمر الله رسوله أن يجعلنا نعيشها، وعلينا أن نتعمق فيها وأن ننفتح عليها حتى يكون موقفنا موقف رسول الله وحركتنا حركة رسول الله. ذلك هو معنى الإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر. والحمد لله رب العالمين.